عسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش، الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خالي، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راسة فندينا. أدمج! مين اللي بعتك ده؟ مين اللي بعتك ده؟ مين هذا اللي بعتك؟ راسة فندينا ابن الكلب! مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس، لا إله إلا الله، الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابيه طورين يا حاج. هاتي لي ميه توضى علشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله انت كريم، يبارك لك يا رب. بالراحه على نفسك سلوسي، اللهفه على اللي في سنك خطر. عايزاك تلمي شويه مشاعرك اللي متبعتره دي، هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. عاوزك تطلعي انتي؟ ليه يا اختي من قله النسوان؟ اخص الحق عليا، كنت عايزاكي ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك، بدل ما الحيزبونه اللي جوه تجيب لك واحده على الزيرو وتقلب لك عداد وتحط لك فطاسفره. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انتي ما بتخلفيش. قولي ان شاء الله. انت بنت حلال مشا، وما تصدقيش اي حد يقول لك كلمه غير كده، حتى لو كنت انا وفي لحظه غضب. واي مهمه وطنيه بعد كده هتمثلنا بره هتكوني على راس الوفد، سواء داخليا او خارجيا. بس انا زملاتي القدام يشيلوا مني. الادميه دي سيبناها للحكومه، انما هنا الكفاءه هي الاهم، وانت اثبتت كفاءتك والباشا اعتمد وخدنا الشهاده. مساء الانوار يا برنس. شلبي امرني. خد دول وظبط الليل. ما تقلقش يا برنس، كله في السليم. شلبي أمرني. فكها شوية يا شلبي، ده مش مال حرام. المهم يصب في المصلحة العامة يا برنس. برافو عليك، انت أمير يا شلبي. تلميذك. جو. أي جو. بوسي، انت مش أمينك قربت ولا أنا بيتهيألي؟ سلامتك من التهيؤات يا برنس، قرب. طب مش نجهز بسرعة عشان نحافظ على الكفاءة؟ تأمرني يا برنس. بوسي، نصيحة من أخ الأخ، وفري طاقتك الفياضة لساعات العمل الرسمية، وإياكي والاستهلاك المجاني. أمرك يا برنس. من بكرة الصبح اسمك وصورتك راس براس على الواجهة جنب رمانة، وإنتي وشطارتك بقى. إفيه؟ أنا شم ريحة كده مش ولا بد أبداً. هنا في الأوضة؟ ينيلك، أنا مش ناقصة قرفة. بقولك إيه، روحي رشي ولا بخاري ولا اعملي لك أي منظر. مش في الأوضة يا ستي. أمال فين؟ في الصالة كلها. بنت يا بيسة،
انا كنت مرتاحه من زنك اليومين اللي فاتوا، هتلتي مش طالباكي. ده مش لتي يا ابله، ده كمين، والمصحف الشريف كمين وبيتنصب لك. نهار اسود انت هتشليني يا بت، ما تجيبي من الاخر وتقولي في ايه. سمعت طراطيش كلام كده ان هم ناويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمره. ايه الهبل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقه، ايه الجديد؟ هبل. طيب يا اختي بقى على راحتك، اللهم بلغ اللهم فاشهد. بنتي يا بيسا انت عارفه حاجه؟ يا ستي ناويين يخلوها من اول بكره نمره لوحدها. نمره لوحدها؟ أروح! أنا خميسة فاندينة أروح! هلحق يا كبير! خميس بره وجايب معاه راجل من رجالة هليل. بتقول إيه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابة! نضرب عليه نار يا كبير! لا! هو حد يضرب نار؟ ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكلة مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه النار، اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه النار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارف ايه ابنك يا حاجه؟ خميس دماغه انشف من ريق العطشان. غلوب بتتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته. وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير وصغرني الليله في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده امر، امر يا ابو سنه. جمال يا رب. حاضر يا حاج. الرجاله بتتواجد، ما بيخافوش الرجاله في الضلمه. وادي مرسالك. يلا 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 معلم.